كوني مصمم أدور دائماً على الإلهام من حولي، أدور على الجمال في أبسط الأشياء مثل إكسسوار صغير أو فازة من السيراميك. في بعض الأحيان تلاقي الجمال والإلهام في هالقطع الصغيرة وتعطينا القدرة على تكوين تصميم جميل. مثل هالقطع ممكن تكون تعبير عن جمال الشخص أو الشعور اللي حابين يعبرون عنه. كل ما قدرت أوصل لمجموعة أكبر من القطع، قدرت أني أنسق مجموعة تتناسب مع تصاميمي، وبهالشيء أقدر أطرح تصاميمي مع H&M HOME.